تطبيق توكلنا هو يعني قرار من الحكومة الرشيدة وهي الحقيقة من مخرجات رؤية المملكة 2030 التي جعلت من التقنية هدف أساسي يعني تقديم الخدمات وتطوير الخدمات في المملكة العربية السعودية فكانت الجائحة كما يقال تأتي مع المحن المنح فكانت منحة للقياديين والمسؤولين في المملكه العربيه السعوديه للاستفاده من هذه التقنيه والخروج بهذا التطبيق الرائع الجميل الذي الحقيقه هو ممكن ويشمل كثير من الخدمات من ضمنها خدمه التاكد من سلامه جميع الداخلين الى المسجد الحرام والمسجد النبوي.